السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس عبد الحق من قناة عبد الحق للزراعة. اليوم مع شجرة الإيجاص سوف نقوم بجني محصولها وترقيد الثمار قبل الاستهلاك. الشجرة كانت حاملة بغزارة، لكن للأسف كما قلت لكم من قبل الرياح تسببت في سقوط عدد كبير من الثمار، قدر الله وما شاء فعل. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا كالعادة الاشتراك وضغط زر الإعجاب وشكرا. اليوم نحن في منتصف شهر جويلية والثمار قد نضجت، كما تلاحظون يمكن كسرها بسهولة وهذا هو الدليل على نضجها. الثمار متوسطة الحجم لأنني صراحة لا أقوم بتسميدها بالسماد، وإنما أقوم بإعطائها سماد عضوي في فصل الشتاء. هذه ملاحظة قدمها لي بعض المتابعين، قالوا لي بأن الثمار صغيرة. أقول لهم بأن الثمار صغيرة لكنها مفيدة جدا، لأنني لا أعتمد على التسميد الاصطناعي، وأنا فخور بهذا المحصول. بعد جنيه نأتي كما تلاحظون بقطع جريدة قديمة، ثم نقوم بصف الثمار في صندوق أو علبة كما تلاحظون. أوراق الجريدة تساهم في رفع درجة الحرارة، وهذا للمساعدة في نضج الثمار. هذه الطريقة التقليدية نقوم بها منذ سنوات. بعد حوالي أسبوع سوف تحصل على ثمار بهذا الشكل وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.